محمد الشيخ قراءتك لهذه القرارات التي صدرت من النصر اليوم؟ هي من الواضح قرارات تنظيمية لتمكين الهيكل الإداري والفني في النادي، وكل هذا أمر جميل خصوصا بعد سلسلة تجارب سواء فنية أو إدارية خلال السنوات الأخيرة كلها أفضت، لن أقول للفشل وإنما لعدم الاستقرار في نهاية المطاف. لكن أيضا خوض مثل هالنوع من التجربة، أن يكون مدير الفريق عنصر أجنبي والمدير الرياضي بشكل عام عنصر أجنبي، هي تجربة جيدة. يعني حينما تستقطب خبرات لديها مثلا تعليم رياضي مثلا أفضل، لديها خبرات أجود، هذا أمر جيد. ولكن ما هو أجود من ذلك، أيا يكن هذا العنصر الإداري أو الفني، لن يكون فاعلا إن كان هناك تدخلات. أتمنى أن لا يكون الحدس اللي عندي وعند كثير منهم في الوسط الرياضي أن هناك تدخلات على المستوى الإداري وعلى المستوى الفني. أتمنى أن لا يكون هذا التصور صحيح، لأن سلسلة التغييرات التي تحدث لا تأتي من أحد أمرين: إما من يباشر هذه التغييرات لا علاقة له من قريب بالعمل الإداري، أو أنه يعمل في هذا المنظومة ولكنه يفتقر للرؤية الفنية. لأن ما يحدث في نادي النصر بالفعل لا ينم لا عن خبرة إدارية ولا عن خبرة فنية، وبالتالي هذا يجعلنا يعني نطلق لمخيلاتنا العنان بأن ما يقوم بهذا شخص مثلا بعيد عن هذه المنظومة أو يتدخل مثلا. نتمنى كل هذا يتبدد وأن يترك العمل بالفعل للمعنيين في الأمر سواء كانوا إداريين أو فنيين، لكن في نهاية المطاف أتمنى أن تكون خطوة في الاتجاه الصحيح. أيضا الاستقرار ليس فقط بعدم التدخل، الاستقرار بإعطاء الفرصة على مدى بعيد. نعم يجب أن يكون هناك اختبار لمرحلة لعمل هؤلاء، ولكن هذا النتاج لا يأتي بهذه السرعة التي يتمناها البعض مع أي ردة فعل ينصب الحديث عن كل هذا، سواء من مارسيليو سيليزار الناس حتطلع الطالب شيلوه، أو أيضا المشرف الرياضي الجديد. الهدوء والاستقرار هو من يؤدي إلى يعني نتاج أفضل وأحسن على المدى البعيد.